كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. مفيش بينا اتفاق، مفيش بينا اتفاق مع ريهام وامير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. وحياتنا خناق في خناق. هاي حبيبتي، بقولك ايه، يلا بسرعة بسرعة نطلع على المحل علشان الشنطة اللي كانت عاجباني دلوقتي وصلت بقى ب14,000 جنيه بس. Can you believe it? No way. انت اكيد بتهرجي. I swear يا بنتي، ده كده السيل وصل تقريبا 70%، حاجة تقريبا شبه كده. I cannot believe it بجد till now. ايه ده، غريبة جدا، ده حتى في لندن مش بيعملوا كده. اهو دلوقتي بقى بصي في مصر بقى يعملوا ايه، عايزين بقى يخلصوا من القديم كله. طب يلا بسرعة، يلا بينا. هاي بيبي. هاي حبيبتي، how was your day؟ سفرينج يا امير، انا النهارده اتبهدلت بجد، يعني ازف كنت في اسمه ايه ده اللي هو المول بتاع الحكومه، مجمع التحرير. ايه ده ليه يا حبيبتي؟ تعبت قوي النهارده يا امير في الشوبينج بجد. انا متخيل طبعا، يوم الشوبينج ده بيبقى يوم صعب جدا جدا فوق ما تتخيل. بس كان في سير رهيب على الشنط، اشتريت شنطتين ب 28,000 جنيه يا امير، اتنين يا امير، انت متخيل؟ No way. ازاي كده؟ دول رخاص قوي. يا عارفة انا اتخضيت برضو زيك بالظبط. طب جريت، هبعتلك السواق بالليل اراوند 8ش كده، نروح نتعشى برا. اوكي اوكي بيب، سي يو ذن، يلا باي باي. تحبي تاكلي ايه؟ مش عارفة، محتارة. اطلبلي انت يا حبيبي. ايه رايك اطلب لك سيمو؟ وات سيمو يا امير من هنا؟ يو ماست بي جوكينج رايت. بهزر ليه، انا فاكرك بتحبيه. بحبه بس مش باكله من مصر، وانت عارف يا امير انا دادي بيجيبه من بره بطيارته الخاصه من سويسرا. نو بروبلم، انا هكلمك الكابتن بتاع البرايفت جيت بتاعتي، ابعته يجيب لك من هناك. عاوز حاجه ثانيه يجيبها لك معاه؟ لا ثانك يو فيري ماتش. اوكي. ايه ده، مش دي جاسي صاحبتي؟ جاسي جاسي. هاي ريهام، هاو ار يو؟ جود بيب، هاو ار يو انت؟ مش تبركيلي؟ ايه اتخطبتي تاني ولا ايه؟ لا طبعا، اصل مش هتصدقي خالد اشترى لي ايه. ايه يعني اشترى لك ايه؟ يعني اشترى لي منقرع. منقرع ازاي يعني؟ الاهرامات قصدك؟ ايوه، اصل بصي ده المكان الوحيد اللي لو حصل بركان او زلزال تقدري تستخبي فيه، ما تعرفيش الدنيا فيها ايه برضو. طبعا عندك حق. وده بكام دلوقتي بقى؟ لا ملايين وملايين طبعا. طيب بصي ريهام، معلش لازم ارجع ترابيزتي، كلميني بقى. اوكي باي. مالك يا ريهام؟ مفيش، بس انت سمعت جاسي قالت ايه طبعا؟ ها بس ده بزخ وتضيع فلوس على الفاضي. ازاي يعني؟ ما انت سامع اهو، تقدر تقولي هنعمل ايه لما يبقى فيه زلازل وبراكين؟ وبعدين هي جاسي يعني احسن مني مثلا؟ لا طبعا يا حبيبتي، ده انت احسن واحده في العالم. خلاص يبقى انا كمان عايزه هرب واكبر من بتاعها. خلاص هحاول اعمل لك ديل على خفرع. خفرع ايه يا امير؟ انا عايزه اخوفه عشان لو حصل حاجه اجيب صحابي وعيلتي وهدومي، ده انا هدومي لوحدها وشنطتي ما يقضوش خفرع. بس انا ما اقدرش اجيب خوفه، انا ميزانيتي ما تسمحش، يا خفرع يا بلاش. وانا اسفه يا امير، يا خوفه يا بلاش، وهمشي دلوقتي باي. حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. استنونا بكرة في نفس الميعاد، مفيش بينا اتفاق. كتبها امير عيد، تمثيل ريهام الشيخ، أمير عيد، هند رضوان، أحمد وليد، إخراج رامي محسن. وحياتنا خناق في خناق.